السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنكمل مع بعض منهج بريب 3، وهنكمل درس الكنترولز، وهنشرح كنترول جديد يا ولاد اسمه راديو باتون. ايه تعريف الراديو باتون؟ The program user select one alternative only، يعني اليوزر بيقدر عن طريق الراديو باتون ان هو يعمل select one item only، عنصر واحد بس يقدر يعمل عليه select. طيب تعالوا نشوف البروبتس الخاصة بيها، سمعت checked وtext. طب تعالوا نشرح بقى الراديو باتون عملي. From start menu، Visual Basic، From Create، طبعا دي IDE، From Create Select Project، وبعدين Select Template Walk. هيبدأ بقى يظهر عندي IDE اللي هشتغل منها. هبدأ اعمل Click and Drag واسحب الريديو باتون اللي انا عايزاها اهي بالشكل ده يا ولاد. خلاص، وهسحب معاهم معلش ليبل عشان بس اوريك هنستخدمها ازاي. ويجي احنا قلنا ان بحب اغير الكلام اللي بيبقى ظاهر على الديزاين الخارجي من بره يبقى من تكست، فاجي الليبل من تكست واسميه مثلا جندر. تمام، واجي للريديو باتون نفس الكلام تكست، هتغير اسم الريديو باتون على الديزاين. طب لو عايز اغيره جوه المود، جوه الكود ويندو، في الكود ويندو هنا من نيم. تمام، نيم بتغير جوه الكود ويندو، لكن اللي بيغير على الديزاين الخارجي هي ايه؟ تكست. فاقول له مثلا ميل. تمام، واجي هنا التانية هسميها مثلا فيميل. تمام كده انا غيرت الميل والايه والفيميل. هاجي مثلا حابه ان انا اغير له الفونت بتاعه، ينفع؟ ينفع اهي اهو، واغير الفونت نفس الكلام اللي تحتيها اهي، هغير برضو الفونت ونفس الكلام ليه الليبل، الاثنين كلهم بيتغير الفونت بتاعهم من نفس المكان، وغير الكالر من فور كالر اهو، غيرت الفور كالر. تمام، نفس الكلام فور كالر. طيب تعالوا بقى نعمل كده رن واجي اجرب، هلاقي ان هو مش بيسمع غير وان ايتم اونلي، يختار واحد بس، ما ينفعش اكتر من كده. وده سؤال بيجي لك في الامتحان يقول لك يو كان سيلكت وان اور مور ايتم باي ريدي باتون. لا غلط، انا بالريدي باتون سيلكت وان ايتم اونلي، بس واحد بس. طيب احيانا بيقول لي ايه؟ انه عايز مثلا يبدا وهو معلم على الفيميل، فيبقى الديفولت اللي هيظهر لليوزر انه متعلم سيلكت على الفيميل. ازاي اخليه متعلم على واحد فيهم؟ يعني الديفولت بتاعه افتراضيا يكون بيظبط على كده. هاجي مثلا اقف على فيميل كده واقول له عندي بروبرتي اسمها تشيكد اهي، هي واخده فولس، انا هخليها ترو. تمام، بقت ترو اهي. هاجي اعمل ران. تمام، ثانية بس، هو احيانا بتعلق، هظبطها لك حالا، هي احيانا كتير جدا بتعلق. فاجي تاني اشيلها واحطها عشان تظبط بس معانا. تمام، برضو معلقة. طيب نخلي دي الاول كده شوية، نجرب دي الاول. تمام، دي شغالة خلاص. هاجي اخليها اخلي التانية دي اخليها فولس واشغل دي واجرب. هلا هي اشتغلت اهي، هي معلش يا ولاد بتعلق شوية بس في الاخر ظبطت اهي، اهي بقت في ميل اهي. تمام، يبقى هي احيانا بتعلق مننا بس احنا بنعرف ايه نرجع نظبطها. خلاص، يبقى تاني اهو تشيكد بتخلي الحاجه متعلم عليها من الاول. يجي هاجي عندي تشيكد، بدل ما هي كانت فولس هخليها ترو. تعالوا نجرب تاني، اخليه الميل. تعال الاول نعمل ران، هي في ميل هي الديفولت، انه لما يفتح اليوزر هيلاقي ان متعلم على في ميل، يقدر يغيرها يقدر يغيرها براحته، بس الديفولت متعلم على في ميل. طب لو انا عايزه اغيرها واخليها ميل، هاجي كده عند تشيكد بدل ما هي فولس هخليها ايه ترو، واحيانا بتعلق زي ما انا وريتك. تمام، هعمل ران هيبقى ميل اهو. تمام، طب انا مش عايزه الميل، انا عايزه الديفولت في ميل، اقف على في ميل وبدل ما هي تشيكد فولس اخليها ايه ترو. تمام، اجي اعمل ران اهي اشتغلت مفيش مشاكل، هي بس في الاول كانت معلقه هظبطها لك. تمام كده، تمام، يبقى انا في كده خليته ان الديفولت يفتح بواحده فيهم متعلم عليها، بعمل لها سيلكت. تمام كده، ومش بقدر اختار منه غير وان ايتم اونلي. اهي تشيكد هي عباره عن ايه؟ شو ويذر ريديو باتون هاز بين تشوزن اور نوت، تشوزن اور نوت يعني مختاره او لا. تمام، والتيكت زي ما قلت لك اللي هيظهر على الريدي باتون. طيب عندي بعد كده حاجه اسمها تشيك بوكس. ايه التشيك بوكس؟ عكس الريدي باتون. الريدي باتون كنت بختار وان ايتم اونلي، هنا بيقول لي تو سيلكت وان اور مور، تختار اكتر من حاجه. تمام، طيب تعالوا نشوف شكله، شكله ايه بقى ده يا ترى؟ تعالوا نشوف شكله.
بص معايا كده، هتلاقوا التشيك فوق، التشيك فوق شوية. هو يكون شكله مربع يعني، هو لو ده مدور هو التشيك بوكس مربع اهو. 1 2 3 تمام. واختار له برضو ايه ليبل، اسمي الليبل اي اسم انا عايزاه. تمام، احنا هنغير اسم الليبل منين؟ من التكست. سميه مثلا لانجوج، تمام. وبعدين اجي هنا اغير واحد واحد واسميه بقى الاسم اللي انا عايزاه بقى. براحتك بقى تختار اللي انت تكتبه اللي انت عايزه، مثلا فرنش برضو بغيره من التكست. تمام، وهغير له برضو التاني من التكست، مثلا انجليش. طيب والتالت هخليه مثلا جيرمان. تمام كده. طيب ونفس الكلام برضو الفونت دي كل حاجة، لو عملت كده ليهم كل حاجة، الفونت والفور كولر كل اللي انا غيرته اهو نفس الكلام، مفيش اختلاف اهو اهو على كل واحد فيهم، وغير له الفونت وغير له الايه الكولر زيه زيهم بالظبط. انا بس عشان اكبر لك شوية عشان تبقى ايه شايف. تمام، عايز اغير اللون طبعا منين؟ زي ما احنا اتعودنا من فور كولر، وغير اللون اللي انت عايزه. تمام، مفيش اي مشاكل، رجعه اسود تاني وسيبه زي بعض خلاص. طيب اجي كده اعمل رن بقى واجرب، هيسمح لي اعلم على وان اور مور ايتم. بصوا اشيل كله واحط كله براحتي، اتنين بس ماشي، واحد بس ماشي براحتي، يا وان اور مور ايتم. طب دوت لا، واحد بس. تمام تمام. طيب وهل يا ترى برضو، هل يا ترى بيسمح لي ان انا اعمل تشيك ويبقى فيه ديفولت ان هو بيتعلم عليه من الاول؟ اه يعني انا مثلا عايزه اخلي الديفولت لما يفتح للبرنامج ده لليوزر يبقى متعلم مثلا على الانجليش. تمام، فاجي عند انجليش والبروبرتي اللي اسمها تشيكد فين هي؟ اهي هي فولس، اخليها ترو فعلم اهو. اجي اعمل ران الاقيه معلم على انجليش اهو، يبقى التشيك دي بتخليه متعلم عليه يعني كانه الديفولت افتراضي هو متعلم عليه. تمام، يقدر بقى يشيله وما يشيله ويحطه براحته مفيش مشاكل. خلاص كده تمام. يبقى انا عندي التشيك بوكس يا ولاد بعمل ايه؟ سيلكت وان اور مور ايتم، على عكس الريديو باتون سيلكت ايه؟ وان ايتم اونلي. السؤال ده بيجي في الامتحان ومهم جدا. اخر حاجه عندي حاجه اسمها جروب بوكس، هو از يوزد تو جروب اذر كنترولز اوف سيم فانكشن توجذر يعني اون ذا فورم ويندو. يعني ايه؟ يعني اي حاجه جوه الجروب هتاخد نفس اللي هياخده الجروب. طب تعالوا نشوف الجروب ده بيجي ازاي واعمله ازاي. دايما جوه الجروب بيتحط نفس الشكل، يعني لو هتحط يعني هتعمل جروب يبقى جروب كله تشيك بوكس، او جروب كله ريديو باتون، او جروب كله ليبل، او جروب كله باتون، يبقى لازم يبقى جواه نوع واحد. طيب تعالوا نسحب الجروب بوكس كده الاول، هيعمل كده اهو عشان ادور عليه اهو اهو. تمام، طبعا اقدر اصغره وبعدين ايه صغره زي ما انا عايزه، وبعدين هسحبه تمام واحطه زي ما انا عايزه. هاجي سي مثلا احط جواه مثلا ريدي بوتون اهو، يبقى لازم كل اللي جواه يبقى ريدي بوتون، ما ينفعش يتغير. حطي حاجه يبقى حاجه واحده اهو. وهسمي الجروب ده ايه؟ اي اسم انت عايزه مفيش مشاكل. هسميه منين؟ من تكست زي ما احنا متعودين، عايز تغيري اسمه اهو من تكست اهو. هسمي الجروب ده مثلا اس او ال اس، اسميه مثلا اي حاجه، سميه مثلا هلو، اي اسم. سمي الجروب الاسم اللي انت عايزه. تمام تمام، اي حاجه هتطبق على الجروب هتطبق على اللي جوه الجروب. طب تعالوا نجرب كده، سي مثلا الفور كولر، عايزه اغير الفور كولر فهخليها مثلا اللون ده اطبق على كل الجروب. انا عاملاها على الجروب طبعا على كل اللي جوه الجروب. طيب هاجي اقف على الجروب، بس لازم اوقف على الجروب زي ما انا عامله كده سيلكت، يعني مبقاش واقفه كده غلط كده، لازم واقفه كده. تمام، هاجي مثلا اشوف حاجه عندي بروبرتي اسمها رايت تو ليفت اهي، بصوا كده معايا حرف الار اهي. تمام، هي واخده نو. تعالوا نلاحظ كده لو عملتها يس اهو، بصوا غيرت لي الاتجاه كله هنا، كل اللي جوه الجروب اتغير. طب تاني اهي، رجع تاني تاني اهي، كل اللي جوه الجروب بيتغير. تمام كده، يبقى هو بيقول لي ان ذا سيم فانكشن هياخدوا نفس الوظيفه، سواء في التكست النوع اللي هو هكتب بيه اغير بيه الكلمه بتاعت اسم الجروب، والفور كلر كله هيتغير على الفور كلر، والرايت تو ليفت. وعلى فكره لو عملنا الفونت، بصوا لو عايز اغير الفونت بتاعهم هقف برضو على الجروب كده تبقى انا واقفه، واجي عند الفونت اهو هلاقي اي فونت انا هختاره هيتاثر بيه كل الجروب اهو.
بس كلهم اتغير ليهم الايه؟ الفوت. تمام كده؟ اه. يبقى اي حاجه هتتم على الجروب هتتم على اللي جوه الجروب، والمفروض الجروب بيبقى ليه نوع واحد، تحط فيه نوع واحد، يعني هتحط جواه راديوات يبقى كله راديوات، هتحط جواه تشيك بوكس يبقى كله تشيك بوكس، تحط جواه ليبل يبقى كله ليبل. تمام؟ واي حاجه هتتم على الجروب هتاثر على كل اللي جوه ايه؟ الجروب. تمام كده؟ تمام. ده كان تعريف الجروب بوكس. احنا خدنا مع بعض الجروب بوكس، خدنا الريجي باتون اللي هو سيلكت وان ايتم اونلي، خدنا مع بعض التشيك بوكس اللي هو سيلكت وان اور مور ايتم. تمام كده؟ كده يبقى خلصنا شابتر 3 اللي بيتكلم عن الكنترولز، والهوم ورك بتاعك هيبقى حل صفحه 46 و47 و48، ده الهوم ورك بتاعك، وان شاء الله الحصه الجايه هنبدا شابتر جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.